هذا الطفل يحاول لفظ اسمها جيدا في انتظار وصولها. أنجيكا. أنجيكا ولا أنجلينا؟ أنجلينا. أنجلينا جولي بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعاتري. ليست الزيارة الأولى، فوضع اللاجئين يقلق هذه الحسنة على مدى سنوات. It is heartbreaking to return to Jordan and witness. من المؤلم جدا لقلبي أن أعود إلى الأردن مجددا وأن أرى هذا العدد الكبير من اللاجئين الذين يعيشون المعاناة والمأساة والصبر. الزيارة الخامسة لأنجلينا في وقت يواجه فيه اللاجئون تحدية كبيرة. يقاطعها الأطفال بحثا عن هدية ما فتبتسم، فيما يبحث آخرون عن حلم أكبر. في أمل لبكرة، ودائما لازم نشد العلاقات بين بعضنا البعض، مش بس داخل سوريا وكمان بكل العالم. رجعين على سوريا باستطاعتك. زيارة أنجلينا انتهت لتترك خلفها عشرات الآلاف لمصير يتأرجح بين واقع المخيم وحلم العودة. غسان بلوز، العربية، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، المفرق.